قطاع طرق يرأسهم زعيمهم يحاصرون فرع أمن لمخابرات الأسد. أفراد العصابة ضربوا طوقاً حول فرع الأمن العسكري بمصياف لساعات. تخلل الحصار تبادل إطلاق نار وإخلاء جرحى. هدف المهمة تحرير أحد أفراد العصابة بعد اعتقاله لأسباب مجهولة. انتهت المهمة بإطلاق سراح العنصر وتبويس الشوارب بين عناصر الفرع والعصابة. من هي هذه العصابة؟ وكيف تجرأت على فرع أمني للأسد؟ ميليشيا صلاع عاصي التابعة لقوات النمر. أخذت الميليشيا اسمها من زعيمها صلاع عاصي الملقب بأبي ذر. ارتفعت أسهم الميليشيا لدى الأسد بعد مشاركتها باقتحام درعا في 2018. ارتكبت الميليشيا مجازر في درعا مكنتها من دخول 58 قرية على التوالي. أسهمت ميليشيا عاصي بحصار الغوطة الشرقية وتجويع أهلها. نفذت الميليشيا في الغوطة إعدامات ميدانية وعذبت الأسرى والمدنيين. الإعدامات والسطو والتعذيب والقتل ليس أكثر ما يميز الميليشيا، بل مكان إقامة زعيمها صلاع عاصي في أحد الكازينوهات. رغم ظهور عاصي المتكرر على رأس ميليشياته، إلا أنه يفضل إدارة العمليات من داخل كازينو ومسبح بانوراما على طريق مصياف. يستمد صلاع عاصي قوته من الدعم المباشر الذي يقدمه له النمر. خارج أوقات المعارك تنفذ ميليشيا عاصي أعمال تهريب وقتل وسطو لصالح متنفذين. وأنت هل تعرف قيادياً آخر لدى النظام يدير عمليات القتل من داخل الملاهي والمراقص؟